نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة السعادة بقرية الأحراز بجبين القناطر في محافظة القليوبية. تهدف هذه الفعالية إلى رسم البهجة والسرور على وجوه الأطفال، بالإضافة لظهور الشخصيات الرمضانية وفنانيس لالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال. احنا النهارده موجودين في مركز مدينه شبيل القناطره، تحديدا قريه الاحراز، انطلاق مبادره قوافل السعاده، مستهدفين 1000 اسره مائده طعام موجوده في قريه الاحراز وتحديدا في مركز الشباب. معانا شراكه المجلس القومي للامومه، صندوق مكافحه وعلاج الادمان، وزاره الثقافه، وعاملين انشطه اخرى هتتم على مدار اليوم. احنا النهارده موجودين بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه علشان نوصل رساله الصندوق للاسر وللاطفال وللشباب ان انت ازاي تقدر تقول لا للمخدرات. ده بيتم من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة. أول حاجة الأنشطة اللي خاصة بالأطفال، زي ما أنتم شايفين كده بيبقى في مجموعة من الأنشطة واللعب اللي بتناسب المرحلة العمرية، علشان في الآخر نقدر نوصلهم رسالة إن أنت تقول لأ للمخدرات وللتدخين وما تجربش. بيبقى في نشاط تاني إن شاء الله، هيبقى في نشاط تاني مع الأسر من خلال لقاء توعوي كبير إن أنت إزاي تقدري تكتشفي إن في البيت في مدمن. طب أنا لو اكتشفت إن البيت في مدمن ممكن أقدر أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ ده اللي إحنا بنوصله لهم من خلال الخط الساخن، إن إحنا بنقول لهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في حاجة اسمها الخط الساخن، ده بيعالج في سرية تامة وبالمجان، وموجود هنا في المحافظة في مكانين، مستشفى بنها للصحة النفسية ومستشفى الخنكة للصحة النفسية. كمان بيكون معانا النهاردة أخصائي نفسي موجود من الصندوق، عشان لو أي حالة للأسر ظهرت بيقدر يتعامل معاها بشكل مباشر ويحولها للمراكز العلاجية المتخصصة. بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة وبالتزامن مع ذكرى انتصارات العشر من رمضان، بتطلق مؤسسة حياة كريمة قوافل السعادة، وهي عبارة عن قوافل متنقلة بتجوب قرى الوحدة المحلية، بتقوم بتقديم التوعية عن طريق ترفيهي زي مسرح العرايس وحوار الأرجوزات، وكمان عن طريق المشاركة مع وزارة الثقافة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. كمان بنقوم بتوزيع بعض الهدايا والألعاب التعليمية على الطلاب اللي بتساعدهم على تنمية الذكاء وتنمية القدرات العقلية. بدأنا عندنا أكثر من 18 مشروع في أكثر من 12 قطاع بتكلفة أكثر من 30 مليون جنيه، شملت البنية التحتية والبنية الخدمية وبنية ومحور بناء الإنسان. النهاردة إن شاء الله إحنا موجودين في مركز الشباب، واحد من المشروعات اللي كانت اهتمت بها المبادرة في البداية من خلال عمل الملاعب الخاصة بالمركز وتطوير المبنى الإداري الخاص بالمركز. المنطقة بالكامل هنا فيها المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والمركز الطبي ووحدة طب الأسرة والوحدة المحلية، بقت مجمع خدمات متكامل موجود في قرية الأحراز، واللي كان قبل كده مجرد مجموعة من المباني المتهدمة لم يكن لها استغلال الأمثل في البداية. يمكن احنا من خلال مبادرة حياة كريمة بنشارك معاهم، من خلال بندي توعية للأطفال، بنعرفهم ايه حقوقهم، ايه هو خط نجدة الطفل، وازاي ان هم يقدروا يتصلوا بيه لو في اي مشاكل قابلتهم، سواء تنمر سواء اي حاجة تقدر ان هي بتسيء للأطفال، يقدر ان هو عن طريق خط نجدة الطفل ان هو يلجأ اليها. وبرضه بنعرفه ان في موجود لجان حماية على مستوى الجمهورية، في لجان عامة ولجان فرعية، وهي منوطة برضه بالأطفال، بنعمل شراكة مع اللجنة العامة واللجنة الفرعية من خلال خط نجدة الطفل، وبالتالي هو بيخدم الطفل وبيقدم له كافة الخدمات. أنا استفدت النهاردة، استفدت معلومات كتير قوي وحاجات حلوة اللي هي تفيدني وتفيد أطفال مصر كلها. أنا النهاردة أنا ما كنتش أعرف حاجة عن رقم نجدة الطفل ده، بس النهاردة لما قعدت مع من هنا أنا عرفت حاجات كتير، وعرفت إن أنا لو حد اتنمر عليا أو حد اللي هو أذاني أو حد اعتدى عليا، أنا اللي أقدر إن أنا أرن على الرقم ده وهو بالمجان اللي أنا هما يحلوا لي مشكلتي. وأي حد في مصر يعني اللي هو حصل معاه حاجة، أنا بنصح اللي هو يرن على الرقم دوت. وأنا يعني ما عملتش كده، بس ده أنا اتعلمت اللي أنا أنشر إيه على النت وحاجات اللي أنا ما ينفعش أنشرها وخصوصيتي إيه، والحاجة اللي أنا تبقى دي خصوصيتي محدش يعرف عني حاجة خالص اللي أنا بس.